شوف انا انفهمت غلط، ندمان ممكن انه ما فهمت، ما قلت الموضوع يعني ما فهمت الناس شنو قصدي بانه الفن قلت انه يعتزلون. جبت ثلاث اسامي منهم الفنانه اوجه لها تحيه هدى الخطيب. انا في يعني اسم من الاسامي او لا مو موجوده بالاسامي، ما ادري اذا ذكرتها. انا ما اذكر شنو ذاكر لان ذاكرتي ترى ضعيفه. انت قلت انا ذاكر او المذيع قال لي سعاد علي ولطيفة المجرم وهدى الخطيب، قلت ان هذا انا قلت لك ثلاث أوجه فنانات لهم تحية لازم يعتزلون واقدرهم. لكن لما اشوف فنانه اكون انا بلوكيشن واشوف فنانه لها تاريخ، انا مو قصدي طبعا على الثلاثه اللي قلتهم بس، لكن في فنانين كبار تشوفهم ياخذون ادوار صغيره مع ان كانوا بطولات قبل، اشوفهم يقعدون بزاويه والفنانين الشباب لهم غرف والفنانه الكبيره قاعده بزاويه ناطره المشهد مالها من الصبح لبالليل، قاعده ناطره المشهد. هني انا اقول حق الفنانه اعتزلي. او لما اشوف فنانه كبيره مقدمه تاريخ قوي وفجاه تجي لك بمسلسلات يمكن ثلاثه ما يشوفونها، فهني انا اقول اعتزلي. فانا من محبتي لهم انا يعني قلبي يعورني لما اشوف فنانه لها تاريخ. ترى انا طالب المعهد الفنون، يعني انا فنان بالنهايه واحب الفن، فقلبي يعورني لما اشوف فنانه قاعده بزاويه وناطره المشهد وتقول يمه متى المشهد؟ دقيقه دقيقه ويمشون، يمه متى المشهد؟ دقيقه ويمشون، ما حد معبرها. والشباب قاعدين بالغرف وهي قاعده برا لانها لان مر عليها الزمن. فانا اقول ان اعتزلي لان انت قدمتي تاريخ. زين اذا قلت لك الحين عطنا اسم فنانه تقول لها يعني اعتزلي. ما راح اكرر الغلط. اوكي تعلمت بس انا اتاسف اتاسف لهم. وانا على فكره تاسفت حق الاستاذه والفنانه هدى الخطيب لكن اعتقد انها لم تقبل اعتذاري. هي تاسفت لها واتساب ولا شنو؟ تاسفت لها قالوا لي سناب او لايف سناب انه في احد يعني يصير لها او بسناب اعتقد. فما ادري اذا كان الحين صاروا ذوان تعيد الاعتذار. انا اعتذر لها لكن انا فهمت بوجهه نظر غلط. انا وجهه نظري ان انا ابي الفنانه هدى الخطيب تكون قويه بكل المسلسلات وتكون توب. بس يعني انا عشان شي قلت الكلمه ويا ريتني ما قلتها، بس انه يعني اتاسف لهم كلهم. بس انا بالنهايه هم صريح وارد واقول يعني اذا حسيت ان فنان كبير وقدم تاريخ قاعد بزاويه اعتزل. فرح توافقين عقيل؟ اي طبعا طبعا كلامه صح. يعني هو وهو قاعد يقول شيء انا احس قلبي قاعد يعورني لانه حرام. يعني حرام انه على كل الاعمال اللي قدمها التاريخ اخر شيء كذي. يعني وفي ناس يقولوا لي ان انت توك بالفن. انا مو توني، لا تحسبني انا بالفن، احسبني مشاهد، احسبني انا جمهور الفنان هذا. ليش دائما لما شخص بيعطي رايه يبون تاريخه؟ انت صار لك سنتين، انت صار لك اربع سنوات، صار لك انا جمهور. انا لا تعتبرني الحين فنان، ايوب انا مو فنان، انا بقول رايي كجمهور. يعني انا احب هذا الفنان، كيفي ابي اقول رايي. وعلى فكره اذا انا بقول رايي انا طالب معهد فنون مسرحيه، طالع الرابع الدفعه. فانا اذا بقول رايي بفنان ما يعرف يمثل او فنان اعتزل او فنان او فنان، رايي انا جمهور، كيفي انا حر. ما في ناس وايد قاعد ينتقدوني، في ناس وايد يحبوني، في ناس وايد قاعد يقولون رايهم عني، وانتم حرين. انت حرين وانا حر.